السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بفضل من الله وتوفيقه ورؤية وتوجيهات قيادة الرشيدة لسيدي هذا صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، أثبتت دولة الكويت صلابة اقتصادها وقدرتها على مواكبة التطورات العالمية على كافة الأصعدة. وبالأصالة عن نفسي أود أن أتوجه بالشكر لمجلة فوربس الشرق الأوسط ولكافة القائمين على الاحتفالية فوربس الشرق الأوسط تحتفل بنجاحات الكويت لجهودهم الجبارة في تنظيم هذا الحدث السنوي الهام، حيث يعد تكريم قادة الأعمال من الشركات الكبرى العامة والخاصة بالكويت للعام الثاني على التوالي على أرض الكويت الحبيبة فرصة لتسليط الضوء على مناخ الاستثمار المتميز وفرص النجاح التي تتوافر على أرض الكويت بالنسبة للمستثمر الوطني والأجنبي بما يخدم مستقبل الاقتصاد الوطني ويسهم كذلك في تحقيق الرؤية التنموية كويت جديدة 2035. السادة الكرام، إن الجهود المخلصة والتفاني في العمل هما ما نعول عليهما في مرحلتنا المقبلة لتحقيق التنمية المستدامة التي نطمح فيها أن تكون دولة الكويت نموذج يحتذى به إقليميا وإن شاء الله عالميا في تحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال سياسة التوسع والتنوع في الاستثمار والتي تتناسب مع تطلعات الشركات العاملة على أرض الكويت وخططها المتواصلة. في الختام لا يسعني إلا أن أرفع أكف الضارعة للمولى عز وجل بأن يحفظ لنا وطننا وأممنا واستقرارنا ورخائنا في ظل القيادة الحكيمة لسيدي حضرة صاحب السمو الأمير وسمو ولي عهد الأمير، وأن يمتعهما بموفور الصحة والعافية. وأتوجه بوافر الشكر لكل من أسهم في إقامة هذا الحدث ولأساتذة الحضور جميعا، متمنيا للجميع دوام التوفيق والازدهار. ولا يفوتني في الختام أن أشكر أخي وصديقي الدكتور ناصر طيار على كل ما قدمه ولأسرة فورد الشرق الأوسط. شكرا والسلام عليكم.